صباح الخير. Happy Thanksgiving لكل واحد منكم. بكرة ما راح أشوفكم، فمن عيدكم سلف نقلكم كل عيد شكر وأنتم بخير. وبالمناسبة بس خبركم هالقصة عن أحد خدام الرب يلي كل أحد لما يوقف على المنبر بده يشكر الرب على شيء. No way. طبعا مش شكر الرب العادي على فدائه وخلاصه وإلى آخره، لا هذا بشكل طبيعي، لكن بيشكر الرب على شيء مميز بحياته. يوم من الأيام دائما الأعضاء الكنيسة حسوا بهذا الشيء وشافوا هذا الشيء. يوم من الأيام كان طقس برا عاصف ومثلج والدنيا سودة ومكفهرة، يعني مثل ما بيقولوا عنا باللبنان القبر بيو ما بيطلع. اجا على الاجتماع واجوا كلهم على الاجتماع ومتوقعين، عم بيقولوا انه عشو بده يشكر القسيس اليوم، يعني اكثر من هيك طقس عاطل عشو بده يشكر، ما في شيء يشكر الرب عليه. لكن لما نوقف القسيس قال لهم انا بعرف انتم كلكم متوقعين مني اشكر الرب على شيء، وانا رح اقول لكم عشو بدي اشكر الرب اليوم. انا بشكر الرب انه مش كل ايام السنه مثل هالنهار. لا شيء يشكر عليه، لا شيء يشكر عليه. خلوا على لسانكم لسان الشكر دايما، ما في إلا الشكر للرب، بيستحق منا كل شكر. أمين. رب يبارككم. فرصة حلوة كمان أنه أرجع شارك أنا وياكم باللي بدأت نهار الجمعة عن الانتظار أو انتظار الرب. ونهار الجمعة حكينا عن، تتذكروا، عن قصة لعازر، رح أقرأ منها كم عدد هلأ، ومرتا ومريم من إنجيل متى، عفوا إنجيل يوحنا إصحاح 11. إنجيل يوحنا إصحاح 11 بيقول: وكان إنسان مريضا وهو لعازر من بيت عنيا من قرية مريم ومرتا أختها. وكانت مريم التي كان لعازر أخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها، فأرسلت الأختان إليه قائلتين: يا سيد، هو ذا الذي تحبه مريض. فلما سمع يسوع قال: هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله، ليتمجد ابن الله به. وكان يسوع يحب مرتا وأختها ولعازر. فلما سمع أنه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. ثم بعد ذلك قال لتلاميذه: لنذهب إلى اليهودية. عدد 11 قال هذا: وبعد ذلك قال لهم: لعازر حبيبنا قد نام، لكني أذهب لأوقظه. قال تلاميذه: يا سيد، إن كان قد نام فهو يشفى. وكان يسوع يقول عن موته. قال لهم يسوع، عدد 14 حينئذ علنية لعازر قد مات. عدد 20 فلما سمعت مرتا أن يسوع آتٍ لاقته، وأما مريم فاستمرت جالسة في البيت. فقالت مرتا ليسوع: يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت أخي، لكن الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه. قال لها يسوع: سيقوم أخوك. قالت له مرتا: أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ قالت له: نعم يا سيد، أنا قد أمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. آمين. خلينا نحن رؤوسنا ونصلي، ناخد فرصة فيها نرفع قلوبنا أمام الرب. ما أعظمك يا رب وما أمجد اسمك، هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يجتمع الإخوة معا، لأنه هناك أمر الرب بالبركة. يا رب أننا نشكرك في هذا الصباح لأننا نأتي في هذا اليوم الذي هو يوم قيامتك من بين الأموات، يوم الانتصار، يوم الغلبة. نباركك يا رب، نأتي بفرح، نأتي بشوق إلى بيتك، عالمين أن حضورك قد سبق حضورنا إلى هذا المكان. يا رب في هذا الصباح أعين الكل إياك تترجى. أصلي إليك باسم يسوع أبانا السماوي أن تفتح يدك وتشبع كل حي رضا،
وأن تشبع كل قلب ماثل أمامك من خلال هذه الكلمة. لأننا نؤمن يا رب كما أنت علمتنا أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، لكن بكل كلمة تخرج من فم الله. نحن محتاجين نتعلم منك اليوم يا رب. بارك إخوتي، بارك الكلمة، امسحها بالروح القدس يا رب، لكي تأتي في تربة جيدة وتثمر في حياتنا 30 و60 و100. بارك هالكنيسة، بارك الإخوة المسؤولين فيها يا رب. أصلي أنك تزيد هالكنيسة من بركة إلى بركة، وتنقلها من قوة إلى قوة، ومن مجد إلى مجد باسم المسيح. بارك كل أخ فيها، كل أخت فيها، كل شاب، كل صبي، كل صغير، كل كبير، ليعلم في وسطها أن الرب فيها. أصلي يا رب باسم الرب يسوع المسيح أبانا السماوي أنك تبارك هذه الكلمة إلى قلوبنا. لك المجد إلى الأبد، آمين. اللي كانوا يوم الجمعة، وبعتقد أغلبكم كان، حكينا يوم الجمعة عن الانتظار وصعوبات الانتظار يلي واجهتها مرتا ومريم هن ومنتظرين الرب، عندما أرسلوا رسالة إلى يسوع وقالوا له الذي تحبه مريض ويسوع تأخر. فكان عندهم مخاوف، وحكينا عن هيدي المخاوف التي هي الخوف، التذمر، الشك، الملل واليأس، وحكينا عن كل وحدة من هيدي النقاط. لكن كان في سؤال وتركته معكم يوم الجمعة، وقلت ما هو السبب الذي لأجله تأخر يسوع وانتظر يومين قبل أن يأتي؟ انتظر حتى مات لعازر وبعدين إجا، ليش؟ ليش؟ سؤال يسأل. مش هناك أحبائي، لما أرسلت مرتا ومريم هالرسالة يسوع لم يتحرك، يسوع لم يتحرك، لم يتجاوب، لم يذهب إلى لعازر لكي يشفيه، لأنه في فكر الرب يسوع المسيح أحبائي ما هو أعمق من تفكيرنا. وأنا بدي لكم شيء أحبائي، لو أراد يسوع أن يشفي لعازر بكلمة وهو مكانه محل ما هو، كان قادر يشفي ولا لا؟ ألم يشفي من قبل؟ ألم يشفي ابن المرأة، بنت المرأة الكنعانية؟ ألم يشفي خادم ابن خادم الملك؟ ألم يشفي أشخاص آخرين وهو ابن بعاد؟ شفاهم بكلمة. مش قادر كان يشفي لعازر 100%. لكن يلي عم بفكر في يسوع تجاه لعازر وتجاه مريم ومرتا هو أعمق من تفكير مريم ومرتا في ذلك الوقت. الرب يريد أحبائي من هذا الأمر أن يعلمنا أمرين. أول شيء، لا نحاول أن نجبر الرب على استجابة صلاتنا. ما تفهموني غلط، نحن ما بنقدر نجبر الرب، لكن مرات بصلاتنا من كأنه عم نعبر، من قل له للرب بدك تعمل، بدك تساوي. أحبائي، في ذهننا صورة عن المسيح قد تتكون من أمور كثيرة، ومن خلال هذه الصورة وهذا الفكر وهذا المنطق نحن نتعامل مع الله ونتعامل مع يسوع من خلال حياتنا العملية. لا نحاول أن نخضع الرب لطلباتنا ولا أن نأمره بصلواتنا. أحبائي، إن كنا نفكر أننا نحن نطلب من الله، الله ينفذ، نحن منحط له الخطة للرب، منقول له تفضل يا رب نفذ، أنا بحط الطلب بين إيديك يا رب وإنت بدك تستجيب، نحن غلطانين. هيدا مش إلهنا، هيدا مش إله الكتاب المقدس، هيدا إله العالم، هيدا مش إله الكتاب المقدس ولا إلهنا اللي منعبده ومنصلي لأجله. نحن ما منأمر الرب أحبائي، ولا منطالب الرب بلغة أمر إطلاقا، نحن ما علينا هو الخالق ونحن المخلوقين.
كل شيء علينا منحط الطلب بين إيدين الرب ومننتظر مشيئته. مرة كنت بمستشفى عم زور بمسيساغا ست مسلمة الرب استخدمنا معها واختبرت المسيح، لكن كانت عم بتعاني من السرطان ورحنا زرناها بالمستشفى. نحن بالمستشفى بعد كم يوم اجا جروب من الإخوة المؤمنين، وبترجى ما حدا يفهمني غلط، أنا ما عم بحكي ضد حدا ولا بسمح لنفسي احكي على أي ولد من أولاد الله، لكن عم بحط حاسة صارت. اجوا هالجروب من الإخوة المؤمنين، أخ معه ثلاث أربع أخوات، كنا نحن قاعدين بالغرفة وطبعا بيعرفوني وبيعرفوا الإخوة اللي معنا، طلبوا منا أنه نطلع لبرا شوي يعملوا معروف. أوف أوكي، طلعنا والغرفة مفتوحة وبلشوا يصلوا. أنت بدك تشفي، أنت وعدت بالكتاب بدك تشفي، ويا رب هيدي منحطها قدامك ومش قايمين من هون إلا ما تشفيها. يا رب أنت بدك تقيمها، يا رب أنت بدك تخلصها، يا رب أنت 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 أنت. وكأن الرب يعني ناطر بس يعطول معلومات أو التعليمات تيقولوا له شو بده يعمل. بيني وبينك أنا زعجت كتير، لأنه مش هيك نحن منصلي. وبس قاموا من الصلاة راحوا لعند جوزة وقالوا له مبروك مبروك مرتك شفيت وبدها تقوم، مبروك. بعد يومين ماتت وراحت عند الرب. مش هيدا الاسلوب اللي نتعامل فيه مع الرب احبائي. قال بيقول الكتاب ان كنا نطلب شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. فما بنتعامل مع الرب. الرب أراد أن يعلم مرتا ومريم أنه يا مرتا ويا مريم مش ساعة اللي بتطلبوني أنا بدي إجي، أنا عندي خطة رح أحكيها بعد شوي، أنا عندي خطة، أنا عندي ترتيب، لا أنتوا بتفهموه ولا حدا غيركم رح يفهموا. بال 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 بالمجد السماوي قبل ما أنزل على الأرض أنا عندي خطة لإلكم، وضمن هذه الخطة أنا عم بمشي. والرب أراد أن يعلم مرتا ومريم من خلال هذا التأخير. ليش تأخر يسوع؟ أراد أن يعلم مرتا ومريم درس كتير مهم أحبائي بدنا نتعلمه نحن، إنه طريقة تعامل الله مع طلباتنا واستجاباته لطلباتنا تختلف كثيرا عن توقعاتنا. مريم ومرتا لما أرسلت للمسيح وقالوا له هو ذا الذي تحبه مريض، شو كانوا متوقعين؟ إنه يجي يسوع وإنه يجي يشفي، متوقعين هيك صح ولا لا؟ لأنه بيت عنيا كان بيت محبوب لدى المسيح، ومرتا ومريم ولعازر كانت عائلة محبوبة عند يسوع. لما كان يجي على بيت عنيا كان يقعد عندهم في البيت، فكانوا متوقعين إنه لما يستلم الرسالة فورا يجي، لكن ما هيك عمل. وبدي أقول الرب لمرتا ومريم إنه مش ساعة اللي بتطلبوني أنا تحت أمركم. بمعنى طبعا الرب بيقول بالكتاب تطلبونني فتجدونني، لكن بمعنى آخر إنه مش دائما لما نحن منصلي الله بيستجيب بالوقت اللي نحن بدنا إياه، بالوقت اللي هو بده إياه. هلا رح نحكي بعد شوي. فأراد الرب أن يعلم مرتا ومريم هيدا الدرس، إنه طريقتي باستجابة الصلاة وأنتم منتظرين تختلف عن توقعاتكم. ياما أشخاص أحبائي بيبقوا حاطين طلب قدام الرب وصلاة قدام الرب، ياما بتكون أم عم بتصلي لأجل أولادها، يلي ضايعين بالعالم ويلي ضايعين بالمخدرات ويلي ضايعين بأمور الدنيا، والأهل والأم والأم والبي بتلاقيهم عم بيصلوا لأجل أولادهم يمكن سنين وسنين وسنين، وعم بيطالبوا الرب بيقولوا له يا رب أينت رح تتدخل، يا رب أينت رح تتدخل. أحبائي هيدا شيء عند الرب. اجت على الكنيسة من فترة أم يعني بكاها بيكسر القلب، بكاها بيكسر القلب، عم بتقول تقول لي يا أسيس ابني من سجن لسجن
وهلأ هو بسجن بميلتون حدنا، عمره 42 سنة. من هو وشاب المخدرات بيعون البزنس، كان عندهم بزنس راح يبيعون البيت، وعم تبكي وبكاء بيكسر القلب. قالت لي شو بدي أعمل؟ قلت لها ما إلك إلا يسوع، بدنا نصلي وننتظر، بدنا نصلي وننتظر. نحن ما فينا نعمل شيء إلا أنه الرب ورافض أنه حدا يحكي معه، ما بده حدا يحكي معه. قلت لها ما بتقدر تعمل شيء، أنت عليك تصلي ونحن علينا نصلي ونشاركك بالصلاة ونحط الأمر قدام الرب. مش هيك أحبائي، بنرجع للسؤال، لماذا انتظر يسوع يومين وتأخر؟ تعتقدوا كم يوم انتظر يسوع؟ قديش؟ ثلاثة أيام؟ لا، أسبوع؟ يمكن أقل شوي، ست أيام. على أساس مكث محل ما هو يومين، ولما نجى على بيت عنيا كان قديش صار له ميت؟ أربعة أيام، ست أيام، ست أيام. مريم ومريم ومرتا منتظرين، ليش تأخرت يا رب؟ أول شيء أحبائي، الرب تأخر حتى يظهر لمريم ومرتا صورة مغايرة عن شخصه وقدرته وسلطانه. برجع وبقول لكم أحبائي، نحن رسمنا بذهننا صورة عن الرب، صورة عن الرب، إنه لما نسأل الرب، الرب لازم يستجيب، لما نطلبه لازم يستجيب. رسمنا عن 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 صورة عن الله، إنه الله يلي هو، ما توخذوني لهالتعبير، كأنه بلانتون عنا. ومريم ومرتا بيعرفوا عن يسوع شو؟ بيشفي الأمراض، بيطهر البرص، بيشفي العميان، هذا اللي بيعرفوا. أكتر من هيك بيعرفوا عن المسيح؟ ما بيعرفوا عن المسيح. لكن تأخر يسوع في ذلك اليوم أو بهيدي الحادثة لأنه يريد أن يعلن مجد الله من خلال إعلان شخصيته وقدرته وسلطانه لمريم ومرتا وأمام الناس. راح تشوفوني بطريقة غير شكل، راح تشوفوني بشخصية غير شكل يا مريم ويا مرتا. أحبائي، عندما الله يريد أن يستجيب لإلك ولإلك طلباتك وطلباتك وطلبك اللي بتحطه بين إيدين الرب، الله يريد أن يريك شخصه بصورة غير شكل. أتى إلى مريم وأتى إلى مرتا، قالت له مرتا لما شفته دغري ملامة، سيقوم أخوك. شو قال ليسوع؟ أو شو قالت له ليسوع؟ أنا أعلم أنه سيقوم في اليوم الأخير. لو بتعرف يسوع يقيم من الأموات كانت ما قالت له هالكلام. بس ما بتعرف يسوع يقيم من الأموات، بتعرفه بيشفي، بس بتعرفه يقيم من الأموات؟ لا. بتعرفه قادر يعمل معجزات خارقة؟ لا. بيعمل معجزات؟ طبعا بيعمل معجزات، لكن مش هيدي الصورة يلي بذهن مريم ومرتا، مش هيدي الصورة عن يسوع. مش هيك يسوع أراد أن يظهر شخصه لما نوقف قدام قبر لعازر والناس عم تبكي والناس عم تصرخ، ومريم ومرتا عم بيقولوا له يا رب أنه أربعة أيام ما تجرسنا، بمعنى يعني طلعت ريحته أربعة أيام قد أنتن. قال يا مرتا ألم أقل لك إن آمنتي ترين مجد الله. أحبائي، الإيمان لما يكون عندك إيمان بقلبك وثقة وانتظار للرب بكل صبر ويقين وإيمان، صدقني الله مستعد يفرجيك عجائب أكثر مما أنت تتوقع، والله مستعد أنه يستجيب لصلاتك أكثر مما أنت تتوقع. كانوا متوقعين أنه يجي ويشفي، لكن متوقعين أنه يجي ويقيمه من الموت؟ لا لا. مش هيك لما نوقف يسوع قدام قبر لعازر أظهر للجميع قدرته وسلطانه، حقيقة لاهوته. صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا. أحبائي، لما أنا عم بحاول حط نفسي محل مريم ومرتا والناس،
لما سمعوا يسوع عم بيقول للعازر عم بيصرخ بيقول له لعازر هلم خارجا، شو اجى فكرة على راسهم؟ بعتقد هيدا استنتاج شخصي انه مين بيقدر يقيم الميت غير الله؟ شو عم بيعمل يسوع؟ انا بعرفك انت يسوع، انا بعرفك انت المسيح ابن الله، لكن بعرفك انك الله الذي تقيم من الاموات. اظهر مجده واظهر سلطانه واظهر قدرته عندما صرخ لعازر هلم خارجا، فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات. شو بتتوقعوا شعور مرتا ومريم في هيداك الوقت وشعور الناس اللي حواليهم؟ مش هناك قلت لكم أحبائي، عندما يستجيب الله، لما أنت حاطة طلب قدام الرب ومنتظرة، وأنت حاطة طلب ومنتظر قدام الرب، الرب عندما يستجيب، عندما سيستجيب الرب لطلبك وطلبك، سيستجيب ببركة أكثر مما أنت متوقعها. بس انتظر انتظر. يريد الرب أن يقول لمرتا ومريم: أنا لست إنسانا عاديا يا مرتا، أنا لست فقط ابن الله يا مرتا. لأنه بالعدد اللي قبل، بالعدد اللي كنا عم نقرأ، قالت له: نعم يا سيد، أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله. عم بيقول لمرتا: أنا مش ابن الله بس، أنا الله نفسه، أنا الله نفسه. والمعجزة اللي عملها يسوع كانت من أكبر المعجزات يلي عملها بحياته، ما عملها مع إنسان. أقام أموات يسوع قبل؟ طبعا أقام أموات، أقام ابنة يايروس، أقام ابن أرملة نايين، أقام أشخاص من الموت. لكن شخص صار له ميت ومدفون وأربعة أيام وطلعت ريحته وأنتن ويرجع يقيمه، صعب. لكن يسوع أراد أن يظهر شخصه بصورة مختلفة لمرتا ومريم وللناس، ليقول لهم: أنا الله. الشيء الثاني، أراد يسوع أن يؤكد لمريم ومرتا أنه يحبهم، مثل ما قلنا نهار الجمعة أنه شكوا بمحبة يسوع لما أرسلوا له رسالة وقالوا له: الذي تحبه مريض. أنه شو هالمحبة اللي عندك لما جيت وهو مات؟ شو هالمحبة؟ ما منواجه نحن بعض المرات هذه التساؤلات بيننا وبين الرب. أراد يسوع أن يؤكد لمريم ومرتا أني بحبكم رغم الملامة والتذمر يلي واجهتوني فيه. أحبائي، الرب ما بينزل لمستوى تفكيرنا، الرب ما بينزل لمستوى تعاطينا معه، الرب أعظم منا، الرب بين السماوي. يعني إذا إجا ابني الصغير، أنا ابني، وحكي معي كلمة مش مزبوطة أو إشي من النوع، بزعل منه، ماذا ابني بالنتيجة؟ أنا بعرف، أنا بنزل لمستوى وبحاول إني استوعب وحيطه. يسوع عمل مع مريم ومرتا: أنا بحبكم، ما تشكوا بمحبتي. مهما كبرت المصيبة عندك، مهما كبرت تجربتك، مهما طال الانتظار في تجربتك، إياك تشك بمحبة يسوع إليك وإليك، إياك. يسوع بحبنا. أراد أن يؤكد لها يسوع لمريم ومرتا: مع إنكم شكيتوا فيي، وليبرهنهم عن المحبة. بيقول الكتاب بعدد 33، قال: لما رآها يسوع تبكي لمريم واليهود الذين جاءوا معها يبكون، انزعج بالروح وقال: أين وضعتموه؟ قالوا له: يا سيد تعال وانظر. بكى يسوع، بكى يسوع ليس دليل ضعف وعجز، بكى يسوع ليس لأنه خسر لعازر، لأنه عارف أنه بده يقيمه، بس يسوع بكى لحتى يقول لمريم ومرتا: إذا أنتوا بتبكوا أنا ببكي معكم، إذا أنتوا بتضعفوا أنا بضع، أنا بواسيكم بضعفكم، إذا عم تمروا بتجربة صعبة أنا واقف حدكم في كل ضيقهم تضايق، يقول الكتاب. بس تبكوا أنا ببكي معكم، بس تئنوا أنا بسمع أنينكم، أنا بحبكم. بس لازم تعرفوا إنه طريقة، برجع وبقول، طريقة استجابتي للصلاة مش مثل ما أنتوا بدكم.
ما نرسم لله صورة ونحطها بأذهاننا وعلى ضوء نتصرف بعلاقتنا مع الله. أحبائي، في كتير من المرات في كتير مؤمنين بيشكوا بمحبة الرب وبدهم الرب برجعوا بقول مثل براد البيبسي. تعرفوا براد البيبسي هذا المحطوط بالمولز وإشياء من النوع، بتحط دولار تكبس على البيبسي بتنزل لك بيبسي، صح؟ في كتير مرات نحن بدنا نتعامل مع الرب بهالشكل، منحط الطلب بين إيدين الرب، منكبس منقول له يا رب استجيب، لازم نتوقع إنه يستجيب فورا. إيه الرب مش هيك، رب علمك انتظر، رح نشوف ليش. رب علمنا أن ننتظر أحبائي، مثل ما يعني أحد الأشخاص مرة، أحد الخدام كان عم بيقول الرب المؤمنين مرات بيتعاملوا مع المسيح مع الله بيتعاملوا بطريقة شو اسمه هذا الفانوس تبع علاء الدين، إنه بحكوه هيك بيطلع لهم الفانوس، بيطلع لهم الجنة، شو بدك؟ بدي قصر، يلا بلحظة بيكون عمر له قصر. الله مش هيك، رب مش هيك أحبائي. الرب إله في السماء مالك الكون كله، كل شيء يخضع لسلطانه، الإنسان يخضع لسلطانه، الطبيعة تخضع لسلطانه، الحيوانات تخضع لسلطانه، فنحن يجب أن نكون عندنا ثقة بسلطان الله لإلنا. أراد أن يكون يؤكد لهما محبته. والشيء الثاني أحبائي، أراد يسوع أن تكون المعجزة بركة لكثيرين، مشان هيك تأخر. أراد الرب أن تكون المعجزة بركة لكثيرين. من وين منعرف هذا الكلام؟ لو يسوع لما نستلم الرسالة قلت لكم كان قدر يشفي لعازر بكلمة، مش هيك؟ لكن لو شفاه بكلمة للعازر، مين سمع بالمعجزة؟ مين عرف بالمعجزة؟ مين عرف شو صار؟ طب مش لشفاه بكلمة، لو إجا يسوع على بيت عنيا وشفى لعازر ودخل على البيت قال له شو بك يا لعازر؟ قال له مريض، ومرتا ومريم عم يبكوا، مريض يا رب بدك تشفيه. طب قوم يا لعازر شفى. مين كان عرف بالمعجزة اللي صارت؟ ما حدا. لكن عندما أظهر يسوع سلطانه ومجده وعظمته وعمل عجيب تفوق توقع كل إنسان، أقام الميت بعد 4 أيام وهو قد أنتن معجزة خارقة بكل المقاييس، شو بيقول الكتاب؟ بيقول فكثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى مريم ونظروا ما فعل يسوع، شو عملوا؟ آمنوا به. هيدي خطة الرب، هيدي خطتي يا مريم، هيدي خطتي يا مرتا. أنا مش بس عم بتطلع على شفاء لعازر، أنا عم بتطلع إنه في ناس كتار مريضين روحياً، بريد إنهم يشفوا، بريد إنهم يخلصوا، بريد إنهم يشوفوا مجدي وسلطاني وعظمتي. أحبائي بدي لكم كلمة، نحن عنا بلبنان كتير منشوف هالأشياء. أي معجزة؟ القديس فلاني عمل معجزة، مع احترامي للجميع، ما حدا يفهمني غلط، القديس فلاني عمل معجزة، القديس الفلاني شفت فلان، طلع فلان، نزل فلان إلى آخره، ما احترامي للجميع. أحبائي بقلكم بالعربي الواضح، أي معجزة بيعملها يسوع ما بتأدي لخلاص الإنسان وتوبته ورجوعه للمسيح، معجزة أكسو عليها. هاي مش من الرب، هاي مش من الرب. إذا ما بتأدي لخلاص الإنسان وتوبته ورجوعه للمسيح وعيش للمسيح، هيدي مش معجزة. شو الهدف يعني إنه يشفي الرب من مرض معين، ما بعرف شو هو، أنتوا سموه، وبس يشفي يرجع لحياة الخطية وحياة اللهو وحياة البعد عن الرب؟ شو انتفعنا من المعجزة؟ ولا شيء. فالرب أحبائي أراد أن يكون المعجزة بركة للكثيرين، وهيدي البركة اللي صارت أن آمن بيسوع الكثير من الناس. طيب أنا بعرف تأخرت عليكم لكن رح أقولهم بسرعة. لماذا الانتظار؟ ليش الانتظار؟ ليش أنا مطلوب مني كمؤمن، مطلوب منا كمؤمن أنه نصلي؟ يا ما أحبي، أنا بعرف ناس بفوت لعندهم على البيوت، يا أسيس كيف حياتكم؟ نشكر رب
بعضنا عم نصلي ومننتظر الرب لحتى يتدخل، بكون عنده المشكلة. كيفك يا خيي؟ كيفك يا أختي؟ نشكر الرب يا أسيس، بعضنا عم صلي لأجل أولادي، أولادي ضايعين بالعالم وبعضني منتظر الرب. كل الناس عندها انتظار بشكل أم بآخر لأمر معين، كل الناس. فوتوا على البيوت واسألوا، بتلاقوا كل واحد عنده انتظار للرب بأمر معين، بمشكلة معينة، بتجربة معينة، بحاطين طلب قدام الرب وعم بيصلي لأجله. لماذا الصلاة؟ لماذا الانتظار عفوا؟ أول شيء أحبائي لازم تعرفوا ورح أقولهم بسرعة، الرب يطلب منا الانتظار لأن الانتظار هو جزء من خطة الله لحياتنا، جزء من خطته. الله لا يبعد خطته ومشيئته عن تنفيذها في العالم، الاثنين مرتبطين ببعض. أراد الرب أن يفهم مريم ومرتا أنه خطتي يا مريم لا تتفق مع أنت متوقعتيه، هذه خطتي أنا أنه أتأخر، خطتي أنه أمكث يومين، وخطتي أنه يموت لعازر، وخطتي أنه أجي بعد 4 أيام، ومن ضمن خطتي ومشيئتي أن أقيم لعازر. هاي خطة إلهية، الله له خطة لحياتك، الله له خطة لحياتك، وعم بيشتغل بحياتك وبيشتغل بحياتي ليشكل شخصياتنا الروحية ولينمينا روحيا، لكن من ضمن هالخطة الإلهية له خطة. الترنيمة بتقول خطة عظيمة مدبرها لي، رحلة عمري انت رسمها لي. في خطة إلهية أحبائي. الانتظار لله، بيغلط من يظن أنه عم بيضيع وقت. الانتظار ليس مضيعة وقت أحبائي إطلاقاً، مش ضيع وقت. لما أنت عم تنتظر الرب، الرب عم بيشتغل على شخصيتك، والرب عم بيشتغل على إيمانك، والرب عم بيشتغل على الصبر اللي عندك، والرب عم بيشتغل على حياتك، وعم بيدربك وبيدربني وبيدرب كل ولد منا من أولاد الله. الرب عم بيدربنا، هاي خطته، هيدي خطته أحبائي. أن انتظار الله هو من جزء من خطة الله. لما الله قال له لإبراهيم، قال له بدي أعطيك إسحاق، قديش انتظر إبراهيم؟ قديه؟ 25 سنة. هو ما انتظر، كوع، لكن فعليا ابن الوعد كان بعد 25 سنة. ليش بعد 25 سنة؟ ليش يا رب بعد 25 سنة؟ أنا عندي توقيت، الله له الأزمنة والأوقات الخاصة فيه، عنده الأجندة مرتبة مثل ما هو بده إياها أحبائي. بعد 25 سنة لازم يجي إسحاق، لأنه من إسحاق بده يجي يعقوب، لأنه من يعقوب بده يجي يهوذا، ومن يهوذا سيأتي المسيح. فلازم تنتظر 25 سنة. عنده خطة لحياتك. ليش شغلي مش عم بيكون منيح؟ ليش عم بواجه هالمشاكل بالعيلة؟ ليش عندي تجارب وصعوبات وضيقات؟ الله عنده خطة، بده يمشيك حسب خطته. خلي نظرك ونظرك دايما ومفهومك انه الله عنده خطة لحياتك ولحياتي بنعمة المسيح. نحن كبشر نعرف من خطة الله من هاللحظة اللي نحن فيها. هلأ قديش هو كل واحد منا عمره؟ 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، whatever اللي هو. منعرف من هيدي اللحظة، من اليوم، من 8 أكتوبر الساعة 1:05 وما قبل، من بعد ما حدا بيعرف شيء. حدا بيعرف بعد ساعة شو مرتب له؟ حدا. نحن منعرف هالقد، محدودين بمعرفتنا لخطة الله، هالقد منعرف بس. لكن بالنسبة للرب، خطة حياتك مرسومة، وخطة حياتك مرسومة، وخطة حياتي مرسومة، من لحظة اللي ولدنا فيها للحظة اللي منفارق هيدي الحياة، هيدي الصورة واضحة قدامه كلها. وعلى هيدا الأساس بيتعامل معك وبيتعامل معك وبيتعامل معي، وبيرتب أمورنا وبيدرب حياتنا ضمن هالخطة. ثق، الله له خطة لحياتك. ما تخلي الشيطان يخليك بتفكر عن الرب انه كأنه الدنيا سايبة بالنسبة له. لا، الله عنده خطة وبريد انه يتدخل فيها بكل شيء. الأمر الثاني، عندما ندرك ان الله يعرف تماما ما يحدث معنا،
الله بيعرف بكل التفاصيل. فكره كن الرب ما كان عارف انه مر انه 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 لعازر بده يموت. طبعا هو عارف انه لعازر بده يموت، مشان هيك سالوه انه ليه ما رحت، قال له لا هذا المرض ليس حتى للموت، هذا المرض لمجد الله، لانه عارف بده يتمجد من خلال هذا المرض ومن خلال الموت. الله يعرف بتفاصيل حياتك وحياتك وحياتي، كل دقائق حياتنا وتفاصيلها بالصغيرة والكبيرة، بالنقطة والفاصلة هو بيعرفها. طب إذا أنا ابني الصغير بيعرف إنه بيو مهتم فيه، وبيو بيعرف كل شيء عنه، بيو بيعرف شو محتاج، بيو بيعرف شو بده، شو متطلباته، بي الابن بيعتلهم؟ لا طبعا. لأنه ليش؟ لأنه بيوثق أنه في بي عم بيهتم فيه. نحن عنا بي سماوي بيهتم فينا، بس أنت انتظر الرب واصبر وخلي عندك إيمان بالرب. شو الطلب اللي عندك هلأ حاطه قدام الرب؟ شو الطلب اللي عم بتصليه لأجله يا أختي؟ ما بعرف شو هي الطلب اللي حاطه وصلك يمكن سنة واثنين وثلاثة وخمسة وبعدك لهلأ بتقول يا رب وينك مش عم تستجيب. بيقلك الرب انتظري، أنا بعرف كل حياتك أكتر مما أنت بتعرفي عن نفسك، وأنا بعرف عن حياتك أكتر مما أنت بتعرف عن نفسك. انتظر الرب، انتظر الرب، لأن الرب له خطة لحياتك. نحن كبشر الله يعرف عنا كل شيء. أحبائي، مرة أحد الأشخاص قال يسوع المسيح هو فوق الكل مترأسا، يسوع المسيح هو تحت الكل حاملا، يسوع المسيح هو داخل الكل مالئا، ويسوع المسيح هو خارج الكل حاضنا. فهو فوق وتحت وجوه وبره، يمين وشمال، هو مالئ الكون ومالئ حياتك وبيعرف كل شيء عنك. ما نخاف، ما نخاف. بشجعكم أحبائي يلي عم بتصلي وتحطي أمر قدام الرب وعم تنتظري، ضلك انتظري، لأن لابد أن الرب يستجيب، لابد أن الرب يستجيب. فإذا أحبائي هيدا شيء بيقودنا لشيء تاني. إن كان الله يعرف كل شيء عنا، هذا يعني أن الله هو صاحب السلطان الأول والأخير. أنت ما لك سلطان على حياتك، أنت ما بتقدر تتصرف بحياتك مثل ما بدك، ولا أنا. اللي عنده صاحب السلطان هو رب يسوع المسيح الغالي، هو صاحب السلطان، هو اللي عنده كل شيء، هو اللي بيعرف كيف، سيد التاريخ، سيد الكون، عنده السلطان مثل ما قلت قبل شوي على العالم، على الكون، على الطبيعة، على الحيوانات، على الإنسان، على المؤمنين وغير المؤمنين. ما عنده سلطان على الأشرار؟ عنده سلطان على الأشرار ولا لا؟ أكيد أكيد. دفع إليه كل سلطان ممن في السماء وعلى الأرض. فيا خيي ارتاح، لما أنت بتعرف أن الرب عنده سلطان وسلطانه بإيده، سلطانك بإيده وحياتك بإيده وطلباتك بإيده ودموعك بإيده وأناتك بيعرف فيها، فارتاحي، هو بإيده السلطان، هو سيد التاريخ، هو سيد حياتنا. نرتاح. كم كانت ستكون حياتنا صعبة ومريرة لو لم يكن الله له السلطان والسيادة. فكركم الرب يعني غايب عن مسرح حياتنا؟ شوفوا أحبائي بدي لكم شغلة، لما بتصلي لأجل أمر معين وبتحطه قدام الرب وقاعد منتظر وبتفكر إنه الرب مش عم بيشتغل، لا ارتاح ارتاح، لأنه الرب مش ملزم ولا مجبور إنه يعرفك شو عم يعمل. ربنا مش ملزم ولا مجبور انه يقول لك شو عم بيعمل وكيف عم بيتصرف. الرب بفرجيك النتيجة وانت بتتمتع بالنتيجة، مثل ما صار مع أستير. ما هيك لما اجا هامان واصدر امر بهلاك الشعب في العهد القديم، وفاتت أستير لعند الملك واصدرت قرار تاني. هل الله كان عم بيشتغل بهداك الوقت؟ كان عم بيشتغل، كان عم بيشتغل. مردخاي كان شايف؟ لا. أستير كانت شايفة؟ لا. الشعب كان شايف؟ لا. مين كان عارف إنه بليلة من الليالي بده يوصل الرب لعند الملك أحشاويروش وقال له قوم من النوم، قوم افتح الكتاب، وش في عندك كتاب قوم اقرأ فيه، وجابوا له الكتاب خليه يقرأ فيه، وعرف إنه في شخص اسمه مردخاي أنقذ من الموت. مين قوم من النوم؟ مين هذا عرف فيه مردخاي؟
هذا عرفت في أستير؟ عرفوا كيف الله عم بيشتغل؟ ما عرفوا، لكن شافوا النتيجة عندما أصدر الملك فرمان بإهلاك هامان وعدم إهلاك الشعب. أحبائي، ما تفكروا الله ساكت، ما تفكروا الرب مش عم بيشتغل، ما تفكروا الرب مش شايف. لا، الرب شايف كل شيء وعارف بكل شيء. هو يعمل حيث أنت تنام وأنا بنام. أنت بتنام وأنت بتنام وأنا بنام، كلنا نايمين، لكن هو بيشتغل، لا ينعس ولا ينام. هللويا. وآخر شيء أحبائي بالكم، الانتظار ضروري، لأنه عندما ينتظر، عندما يستجيب الرب، يستجيب الرب، يستجيب في توقيته هو وليس توقيتك أنت. هو عنده وقت، هو بيستجيب بوقته، هو بيعرف بحسب خطته أنت الوقت المناسب ليستجيب لطلبتك، ليستجيب لطلبتك. عنده وقت، ما فينا نستعجل الله بالاستجابة، لأنه منخسر بركة ومنخسر بركات. ما فينا نستعجل الله. يوسف لما كان بالسجن، كم سنة بقى يوسف بالسجن؟ 13 سنة بقى يوسف بالسجن. لما انطلع ساق الملك وفسر له الحلم وقال له بدك تطلع بعد 3 أيام، قال له بس ليك عندي طلب منك، الله يخليك، بمعنى يعني بس تطلع وتروح لعند فرعون اذكرني، ايه اذكرني قدام فرعون، خليه طلعني من الحبس، انا قاعد بالحبس يعني. نسي سنتين، وبعد السنتين تذكر انه يوسف بالسجن. بيقول الكتاب الى وقت، بسفر المزامير، الى وقت مجيء كلمته، يعني بس حان الوقت طلع يوسف من السجن. يسوع لم يولد لا ساعة قبل ولا ساعة بعد، بالتوقيت الإلهي تماما، لما جاء ملء الزمان، أي لما إجا الوقت المعين من الله، لما إجا الوقت المحدد من الرب، لما إجا الوقت المعين في الخطة الإلهية وفي مجلس الأزل في هذيك الأيام، لما إجا الوقت المعين إجا يسوع ونزل على الأرض وولد من مريم العذراء المباركة بالوقت. ما تستعجل، لأنه ما رح يستجب لك لا قبل ولا بعد. بس ما رح يستجب لك يا أختي لا قبل ولا بعد. أنا بدي أخبركم هالخبرية عني أنا، اختبار صار معي بلبنان سنة 81، وبختم فيها عن توقيت الرب. سنة 81 خطفوني إخوتنا السوريين بلبنان، عفوا من الإخوة السوريين. خطفني الجيش السوري عن طريق المطار لأجل تشابه بأسماء. كنا بمؤتمر والرب باركنا فيه كتير، وكنت نازل عم بوصل الأسيس مصري على المطار، وسأبت في حاجز طيار للمخابرات السورية، ولتشابه الأسماء خطفوني. عم تسجلوها هاي؟ خطفوني 15 يوم بلبنان وشهر بسوريا. ومن أول يوم أنا قال له يا رب ليش؟ ليش؟ شو بدك مني يا رب؟ وابكي وصلي. لكن صدق أنا بقلكم ولا مرة طلعت من تمي كلمة تذمر. بقول له يا رب بشكرك لأنه هاي مشيئتك وإلك خطة بدك تمشيني فيها، بس أنا مش قادر أتحمل بقى خلاص. يومين ثلاثة يعني، الله ما يفرجيكم، وسط أي مجموعة من الناس كنت والمعاناة اللي عانيتها، بس بقول بي 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 بين هلالين، من ضربت من هنت اطلاقا. بالعكس، الرب سخر لي ناس من وسط السجن بسوريا من جوا لخدمتي. بحياتي ما شايفهم، بحياتي ما شايفهم، يجوا لعندي يخدموني، يعطوني اكل مميز عن بقيه السجناء، وحتى اطلع اتحمم عندهم بالحمام تبعهم، هن تبع الحراس. بس هذا كله ما بيعني شيء. انا تعبت، قلت له يا رب انت تعبت، انت بدك تطلعني من هون؟
بيقول للرب أنا بس يجي الوقت بطلعك. هيك صدقا صدقا بالحرف. وأنا ما قدرت أتحمل. تعرف شو يعني؟ تعرفوا شو يعني شهر بالحبس يعني؟ هاي بسوريا عم بقول لكم، مش بلبنان. تعرفها إيه؟ إني ضليت صلي. يوم من الأيام سبت، كان ليلة سبت، ونقلونا من غرفة على غرفة، وأنا خلص قلت يعني شو عم بدهم من غرفة، طالت الشغلة طالت. نقلونا من غرفة على غرفة، صرت صلي وقل له يا رب أنا مش قادر بقى أتحمل. حسبتم بذهني كم أحد صرت صلي غايب عن الكنيسة. ما كنت مجوز بعد، بس غايب عن الكنيسة وغايب عن أهلي. حسبتهم كانوا 6 حودة صار لي غايب، والأحد اللي بده يجي تاني يوم، لأنه أنا ليل سبت عم صلي، ليه تاني يوم صار 7. قلت له يا رب هالاختبار عطيني إياه، أنت بست أيام خلقت الأرض والكون وما فيه، وبالسابع استرحت. أنا صار لي 6 أسابيع 6 حودة غايب عن الكنيسة، خليني بالسابع ارتاح، أنا ما بقدر أتحمل. تاني يوم الصبح من حيث لا أدري، أنا ما معي خبر، ما حدا بيعرف هونيك، مثل ما بقوله بالحبس هونيك الإخوة بيعرف هونيك إنه الداخل مفقود والخارج مولود، مين بيعرف أي ساعة بيطلع. بدق الباب على الغرفة، بعيتولي باسمي فلان الفلاني، ضب غراضك واطلع. إجا التوقيت من الرب، إجا الوقت من الرب. أنا كان عندي توقع أن ما ضل بالحبس 2-3 أيام، لأنه كله تشابه أسامي ومعروف، يعني ما بديش فوت بتفاصيل التهم اللي حطولي إياها وكلها كذب طلعت طبعا. بس إجا الوقت من الرب، الرب قال لي أنا بطلعك بالوقت المناسب، وبالفعل إجا الوقت المناسب والرب طلعني فيه. بس هيدا كله كان، برجع وبقول، من ضمن خطة الله لحياتي وتدريب الله لحياتي، لأنه الرب عرفني بدي أطلع لأخدمه، ولازم يكون هيدا جزء من تدريب. أحبائي، شو المشكلة اللي عم بتواجهها؟ شو المشكلة اللي عم بتواجهها؟ شو التجربة؟ شو الصلاة اللي حطتها قدام الرب وبعدك عم بتصلي من أجلها؟ ما تفشل من الرب، افشل من كل الناس، بس ما تفشل من الرب. خليك منتظر الرب بإيمان، بصبر، بفرح، وتأكد أنه ستأتي الاستجابة في وقتها. أنا الرب في حينه أسرع به. أمين. خلينا نحن رؤوسنا ونصلي. ربي بارككم يا أحبة، وباركنا جميعا، لأنه أنا الرب كلمني بهيدي الرسالة. يا ما كان عندي أنا كمؤمن فكرة عن الله، يعني إذا شي يوم اتأخر وما استجاب لي صلاة كنت نرفز وأدية وانزعج، وبعتقد أغلبكم بيمرقوا بهيدي التجربة. لكن الرب علمنا اليوم انتظر الرب واصبر له. انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. خليك منتظر خيي، ما تفكر انه الرب مش سامع صلاتك، ما تفكر انه الرب مش سامع صلاتك وشايف دموعك ودموعك، ما تفكر انه الرب غايب عن مسرح حياتك، ما تفكر انه الرب مش عم بيشتغل. الرب عم بيشتغل، بس رجاء بترجاك انتظر توقيت الرب. الرب بده يتدخل بوقته، بوقته هو، مش بوقتي انا ولا بوقتك انت. يا رب إلهنا الصالح، بشكرك من كل قلبي في هذا الصباح، بسجد عند موطئ قدميك وبقول لك شكرا يا رب لأجل كلمتك الغنية، كلامك يا رب الذي يعزينا ويبنينا ويرافقنا في كل يوم من أيام حياتنا. نشكرك لأجل كلمتك التي تعلن لنا شخصك ومجدك وسلطانك وعظمتك. أنت الله القدير، أنت الله القدير، أنت بي السماوي وأنت بي كل واحد منا. أصلي إليك يا رب في هذا الصباح أن تبارك إخوتي وأخواتي أمامك،
وصلي إليك في هذا الصباح أن تبارك كل واحد منا عنده طلب واضعه قدامك، عنده طلب يا رب، عنده صلاة منتظر، عم بيصلي وبينتظر يا رب، وصلوا زمان منتظر يا رب. نحن نقول لك أرجوك بحسب مشيئتك وإرادتك وفي وقتك أنت قادر أن تستجيب، ولنا ملء الإيمان أنك قادر أن تستجيب. بارك هالكنيسة، بارك شعبك وأولادك فيها، زيدهم بركة فوق بركة. اجعل حياتنا أن تكون ممجدة ليسوع المسيح، اجعلنا نكون نور في العالم وملح في الأرض حتى نرفع إنجيل المسيح عاليا ونكون شهود أمناء لربنا ومخلصنا يسوع المسيح. لك المجد أيها الآب المبارك، باسم المسيح إلى الأبد، آمين.